ابتدت فكره صناعات التغيير، ازاي نخلق اجيال جديده وخاصه من النساء المصريات والفتيات المصريات اللي عندهم افكار جميله وعندهم شغف وعاوزين يعملوا حاجه، ولكن الجو والسياق ما بيتحلهمش. احنا كلنا عارفين طبعا انه مش سهل البنت تروح تاخد كورس هنا ولا هنا، وبالذات ان احنا بنستهدف بنات من 16 ل 21، وفعلا عملنا اعلان وجالنا 70 بنت، وما كانش بالسهوله قوي اننا الاهالي توافق ان هم من 14 محافظه، فبقى وصلنا لغايه 56 بنت في الاخر، وال 56 بنت دول من 14 محافظه، واشتغلنا معاهم 4 أشهر على تدريب على مهارات الحياتيه، وعلى التدريب على ازاي يعملوا مشروع وازاي يخلوا المجتمع يبقى معاهم. والنهارده اخر يوم بقى 15 بنت، اخترنا منهم 6، والسته دول هنتم اختيار منهم 3 ياخدوا جايزه اولى و3 ياخدوا جايزه ثانيه، علشان نقدر نشجعهم ونقف معاهم لغايه ما مشروعهم، ومشروعهم يبقى مشروع اسمه مبادره محليه في المجتمع، في المدرسه، في القريه اللي هم فيها، في النادي، في يعني حاجه بسيطه جدا، ولكن هي بتساعدهم انهم يشتغلوا في مجموعات، يبقى عندهم مهارات الاتصال، يبقى مهتمين بقضايا البلد وينتبهوا الى نفسهم. فريدة كروش، طالبة في سنة أولى في الجامعة الألمانية، بدرس تكنولوجيا إدارة المعلومات. أنا بدأت رحلتي مع أشوكا من 6 شهور، كنت لسه متخرجة من ثانوية عامة، ما كنتش عارفة قوي أنا عايزة أعمل إيه، ما كانش في دماغي حاجة، فقررت إن أنا أضحي بالصيف وأشارك في مبادرة صناعات التغيير عشان في الآخر أقدر أطلع بفكرة للمبادرة أقدر أنفذها لتنمية المجتمع. في الأول ما كانش عندي أفكار خالص عايزة أعمل إيه أو إيه المشكلة أو عايزة أساعد مين. بعدين واحدة واحدة في خلال التدريب قدرت أقدر أحدد المشكلة بشكل أحسن، وأقدر أشوف مين المستفيد مين المتضررين منها، وإزاي نقدر نحاول المشكلة دي نجد لها حل يساعد ويأثر في المدى القصير والمدى البعيد. حاولت معاهم ان انا اعمل بزنس بلان، اعمل اكشن بلان، اشوف انا ايه الحاجات اللي المفروض اعملها دلوقتي، ايه الحاجات اللي ممكن تستنى، ونحاول نحط سوا بادجت عايزين قد ايه المبادره عشان تشتغل، المفروض تحقق قد ايه. وفي الاخر انا النهارده واقفه في الفاينلز بعد ما خلصت، بعد ما حطيت مبادرتي على الورق، وان شاء الله هكسب واقدر انفذ المبادره فعلا، لان المبادره مش بس هتاثر في دايره معارف صغيره، هتاثر على ناس كتير جدا. انا اميره الجرف، 17 سنه، ثانيه ثانوي. حقيقه انا لما جيت وشفت البوست على الفيسبوك بتاع اشوكا يانج تشينج ميكرز، شدني قوي البوست، وشدني ان هو بيتكلم عن حاجه اسمها رياده الاعمال، وانا ما كنتش اعرف اي حاجه عن رياده الاعمال. قلت انا من الشخصيات اللي بحب اجرب اي حاجه جديده عشان اعرف اكتشف نفسي قبل ما ادخل الجامعه، فقررت اني ادخل وعمل الابلكيشن، وفعلا دخلت وملات الابلكيشن. ولما جيت هنا اليانج تشينج ميكرز الصراحه كل حاجه فاقت التوقعات بتاعتي، وحسيت ان انا في كوميونيتي وراي بلونج. كل حاجه كل البنات روحها كانت جميله من اول يوم في المسابقه، وانا ما حسيتش ان انا في مسابقه. التدريبات اللي هم ادوها لنا كانت بيون كل حاجه، يعني كانت حلوه جدا. انا البروجكت بتاعي ببساطه بيتكلم عن الامباورمنت لليونج جيرلز في التكنولوجي فيلد، خاصه البروجرامينج فيلد. انا سميته يس وي كان كود. يس وي كان كود هو البروجرام اللي انا عايزه اعمله علشان احل المشكله اللي هي عدم الايكواليتي ما بين الولاد والبنات في الفيلد التكنولوجي في العمل، في الاوبورتيونيتيز بتاعت العمل. انا البروجرام بتاعي بينقسم لحاجتين، الحاجه الاولانيه تو كورسز. الكورس الاولاني هو البروجرامينج موبايل اب، كورس تاني موبايل ويب سايت.
البنات انا بستهدف بنات من سن 16 سنه لسن 18 سنه اللي هم قبل الجامعه عشان بعد كده يقدروا يقرروا اذا كانوا عايزين يدخلوا كليه ليها علاقه بالتكنولوجي فيلد ولا لا. فالبنات ديورنج الكورس هياخدوا حاجات كتير جدا ويتعلموا من A to Z ان هم يقدروا يقدروا يعملوا بروجكت. بعد ما يخلصوا البروجرام كل واحده هتبقى مطالبه ان هي تعمل بروجكت خاص بيها. البروجكت دوت هيكون بيمنت ان هو كلها تحط فيه كل حاجه اتعلمتها بلس ان هو يبقى ليه فاليو. الفاليو دي هي اللي هتختار الفاليو بتاع البروجكت بتاعها سواء كان بيحل مشكله او سواء ان هو عايزه تدخل التكنولوجي في حياتها. انا بقيم بعد كده ان البروجكتس اللي هم يعملوها اعرضها على التك كومبانيز وان اخليهم الناس تسمعهم وتسمع القصص بتاعتهم واخليهم كمان اتابع معاهم لحد ما يشتغلوا ويدخلوا الفيلد دوت.